افتتاح اخو الشهيد مصطفى يوسف طه. مصطفى كان في التحرير من 25 يناير، انا وهو كنا في 25 يناير في التحرير، وروحنا يوم جمعه الغضب حوالي الساعه 12 بالليل، ضرب علينا نار من شرطه حدائق القبه عند القصر الجمهوري. كنا بنشيل مصابين، مصطفى ضرب بالنار في قلبه طلقتين وهو شايل مصاب عشان يتعب، واحنا كنا وانا واحد برضه من ضمن المصابين مضروب برضه بالنار في رجليا، واخويا مصطفى الله يرحمه يقول لي اجري انت بعد ما خد الطلقتين، واحده في قلبه واحده في صدره. والدتي الله يرحمها توفت اثناء ال40 بتاعه. الناس اللي ضربت علينا نار دي عايزين نعرف ليه متواجدين في الشوارع؟ ليه موجودين في الاستاد مسمين هنا بيستفزونا؟ ليه محاكماتهم بتتأجل بخمس شهور لاربع شهور؟ عايزين نعرف هل لسه في عدل في البلد ولا لسه في لعب من تحت الترابيزه وورا الستاره والكلام ده؟ الناس دي بتقابلنا كل يوم واحنا مروحين بيستفزونا، في المحكمه كانوا بيضحكوا بيستهزأوا بينا. القاضي كان هيدي الحكم تاني يوم اجلها ل 20/9، عايزين نعرف ليه اجلها ل 20/9؟ ليه؟ سبب ايه تاجل القضيه؟ ده من الجاني والمبني عليه موجود. انت حكمت واحد هربان اديته اعدام، امال قتلت الضباط ليه؟ قتلت الضباط ليه؟ رؤساء المباحث والمامور صف النظام كلهم بتوع عامل الدوله اللي ضربوا الكراسات من فوق الاسلام، هتديهم ايه؟ هتديهم ايه؟ عايزين نعرف. يا ريت يا ريت يبقى في عدل في البلد، يا ريت. كفايه بقى تاخير، كفايه تاخير في المحاكمات بتاع الناس، كفايه. عايزين نعرف بقى البلد لسه فيها عدل وهيبقى في عدل في البلد ولا لا؟ احنا عايزين عدل قبل الكرامه، عايزين محكمه عادله ما تاخرش قضايا الناس، مش عايزين اكتر من كده. الكلام ممكن يتعمل بعد كده، عايزين القصاص اولا وبعد كده البلد تتعدل حالها. لما يبقى في القصاص هتريح اهل الناس دي، الناس دي هترتاح تعيش امان، وهتسيب البلد تشتغل وتاخد عيش. لكن انت لو وصلت لها بالدنيا هايصه، لا اديت حكم ولا اديت اي شيء. ايه حكمت على واحد من اكتر من مليون واحد ضرب علينا نار؟ ازاي؟ تاكل اواضي 5 اشهر واربع اشهر وثلاث اشهر عشان تروح تصيف انت وعيالك واحنا دمنا محروق؟ ايه ده؟ ايه المستشارين اللي ما عندهاش ضمير ولا عندها احساس؟ ما عندهمش ولاد؟ لو واحد من اهلي مستشار مات في قلب الميدان او في اي مكان كان عمل ايه؟ كان خرب الدنيا ولا عشان احنا طيبين وغلابه؟ انتوا كده هتخلونا نبقى ناس مجرمين، هتطلعوا من جوانا الطيبه اللي فينا هتضيعوها. لازم تخلونا تحسسونا بالطيبه اللي احنا فيها، تحسسونا بالامان، تحسسونا البلد هيبقى فيها عدل وفيها نظام عشان نحب النظام نخليه يشتغل، مش عايزين اكتر من كده. وعايزين الناس دي يجي لها امر حالة اللي ضربت علينا النار بس، وشكرا.